اي واحد فينا في الدنيا حياته قصه، كاين اللي مع والديه وكاين اللي مع ولاده وكاين اللي ما بينه وما بين راسه. كنزه حكايتها غادي تبدا منين حلت عينيها على هاد الدنيا، او بالاحرى غادي تبدا من نهار حملت بها ما. غير هو قصتها اليوم غادي تكون ايجابيه وسط ما هو سلبي. سلام سلام، مرحبا بكم معايا على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه احوالكم طيبه. اليوم الجو مختلف والمكان مختلف تماما على فين كنصور لكم. كيف قلت لكم انا في عطله، وكل مره فين غنديكم؟ ربما تقدروا كتسمعوا الامواج ديال البحر لانه البحر كنطل عليه، ربما تسمعوا الضجيج نتاع بنتي، اي حاجه. المهم غير صبروا معايا، انا غير ما بغيتش نغبر عليكم ونبقى ديما سميتي الونيسه ديالكم اينما كنت نديكم معايا وحتى انا نكون معاكم. فخير ما تعطلش عليكم اكثر لانه قصه الليله غادي تكون ايجابيه، وهو الاول ما تبخلوش عليا على هذا الاجتهاد، وحيت انا الونيسه ديالكم انكم تضغطوا على زر الاعجاب اللي ما غادي يكلفكم حتى شي مجهود ولكن تيدير معايا فرق كبير. خير ما تعطلش عليكم اكثر ونقول لكم بسم الله يلا لنبدا. انا كنزه، ولدتني الام ديالي بواحد الطريقه اللي هي غير شرعيه، بسبب انها كانت مريضه نفسيا، كانت كتمرض وما كتبقاش كتعقل على راسها، وكتذوب جميع اللغات بواحد الطريقه اللي هي غير طبيعيه. سبب المرض ديالها يقال السبب فيه بلي انه راجل جده من بعد ما طلقت من جدي غادي تزوج بواحد الراجل واحد اخر اللي ما كانش كيتعامل مع ماما مزيان، كان تيعنفها وبزاف ديال الحوايج اللي غادي يخليو ماما باش انها تهرب لعند خالتي، اللي هاد خالتي كانوا عندها وليدات، فغادي تربيها انذاك كانت عندها 12 سنه. غادي تكبر ماما عندها وكانت كتحن فيها بزاف ورباتها ودارتها بنتها. في هذا الوقت بالضبط شاءت الظروف بلي انه ماما غادي تمرض بالسحر وما بقاتش هي هذيك، فغادي ترفع، فغادي توقع واحد العلاقه ما بينها وما بين واحد الشخص، علاقه اللي كانت غير شرعيه اللي غادي ينتج عليها واحد الحامل اللي هو انا. فاش ولدتني ماما ما غاديش تقدر تكفل بيا سواء ماديا او لا حتى كل شيء، وهنا فين غادي تربيني خالتي اللي فاش حليت عيني غادي نحلهم عليها، ووليت كنعيط لها ماما ماما فلانه. هاد خالتي لقيت عندها زوج ديال الاولاد اللي هما كبار وبنت وحده اخرى اللي كنت نعيط لهم بخوتي، عاد جيت انا غادي نكون اخر وحده في ديك العائله نتاع خالتي. كانوا صراحه كيعاملوني احسن معامله، وعمرني ما حسيت بالفرق ولا حتى الميز ما بيني وما بين اختي اللي هي في الاصل بنت خالتي. كنت عزيزه عند كل شيء بزاف، كنت انا هي الروح وانا هي العقل عند خالتي، اللي تنقول لها غير ماما بحكم انها من بعد ثلاثه ديال الوليدات تمنت تولد شي بنيته وحده اخرى ولكن ما كتبش. فجيت انا وغادي نعوض ليها كاع داكشي اللي كانت بغات. انا فاش درتك 4 سنين 5 سنين كانوا تيقولوا لي على ماما الحقيقيه هذه هي ماماك فلانه، يعني من صغري كنت عارفه اشنو واقع، فما كانش عندي مشكل نهائيا. كبرت في واحد الجو اللي كان هو زوين، اما الظروف كانت صعيبه، ما عندناش وما خصناش، وماما اللي هي خالتي كانت كتخرج كتخدم، وبابا كذلك ومثال. وابتداء من دابا غادي نبدا كنعيط على خالتي وراجلها في القصه بابا وماما كيف كبرت بهم، باش ما نخربقكمش انتما معايا في الحكايه. المهم المصدر ديال العيش ديالنا كان حلالا طيبا. كبرت حتى وصلت للاعدادي 7 وغادي نخرج لانه ما قدرش نكمل قرايتي بسبب الزيغه، غادي تحلو لي العينين، علما انني كنت قرايه، ولكن فاش طلعت الاعدادي تبدلت. في هذا الوقت اختي كانت مريضه بواحد المرض اللي كان نفسي، فتاثرت فانا تاثرت شخصيا وما قدرتش انني نكمل قرايتي. ماما البيولوجيه غادي تولي بخير، وهنا غادي تزوج بواحد السيد ومشات عاشت معاه، مره كانت كتجي تطلع عليا وغادي تولد معاه بنيته. في 7 ديالي كيف قلت لكم غادي نتاثر بالمرض ديال اختي، وكنت كنخرج مع البنات وكنت مهم في العالم ديال الزيغه وصاف. كانت عندي واحد البنت صاحبتي اللي كانت ساكنه حدانا، كنت كنخرج معاها بزاف، فدائما دارنا وخوتي كانوا تيخاصموا عليا. اخويا الكبير كان شويه صعيب لانه كان مبلي بالحشيش الله يعفو عليه، وكان عصبي، فكان واحد شويه جاهل وما واعيش بشي حوايج اللي ما خصهمش يدارو، بحال اذا كنت كنخرج مع صاحبتي وكان تعطل فكل ما كان تيخاصم عليا كان تيقول لي يلا قيطه يا الفاعله يا التاركه. وماما دائما اللي هي في الاصل خالتي وفي نفس الوقت امو كانت كتخاصم عليه وكتغوت عليه باش انه ما يبقاش يقول لي ديك الهضره. انا ملي كنسمعو تيقول لي ديك اللقيطه وسيري قلبي على باك منين جاي كانت كضرني صراحه داخليا، وانا كنبقى غير ساكته. فبعد المرات كنت نجاوبه وبعد المرات لا، لانه خويا كبر مني
كان ديك الساعه في 30 عام، وانا كانت عندي ما بين 17 18 سنه، يعني طيله هاد السنوات في الوقت نتاع الدساره مع البنات، ولكن كنت حاضيه راسي رغم انه كانت عندي علاقات مع الدراري. هذا عشيري، هذا الصديق ديالي، هذا كنخرج معاه، هذا كنضحك معاه، ولكن عمر علاقتي معهم ما فات الحدود ديالها. كنت نعرف الحدود ديالي دائما، علاقتنا كانت محدوده في اطار الصداقه، غير هي كل واحد والطريقه ديالو، واغلبيه العلاقات اللي كانوا عندي كانوا عن بعد. كنت واخده العبره من اختي انه ما خاص حتى شي حد يضحك عليا كيف ما هي تضحك عليها، ولكن كانت فيها واحد المشكله انه اي واحد كنتعرف عليه كنتعلق به. درت 21 سنه وبقيت انا هي انا، كنخرج مع البنات، كنجلس معاهم، هذا الشيء كامله غادي يديروا لي الفراغ اللي كان كبير اللي بسببه خلاني انني نعمر وقتي بالبنات وبالولاد وعايشه حياتي، ولا بمعنى اخر ضربه الحياه بركله. المهم غادي نتعرف على واحد الشخص اللي غادي تستمر علاقتي معاه لمده 3 سنين، غادي يتعلق بيا بزاف، ولكن انا عكس ذلك، كاع العلاقات ديولي ما كنتش واخداهم بجديه، كيف قلت لكم كنت نعمر بهم واحد الفراغ عندي داخلي كنولفهم، واذا وقع شي فراق تنبكي، ولكن باش انا نحمق ونموت وتكحل الدنيا في عيني ولا نوض نادي راسي على قبل شي شخص، لا، كان عزيز عليا راسي. هاد الشخص غادي يتعلق بيا وكان باغي يتزوج بيا، ولكن ديك العلاقه كانت غادي تكون الحرام لانه كان باغي يتقرب مني ويدير معايا بزاف ديال الحوايج، والعلاقه وانا كنامن بلي انه العلاقه اللي كتبدا بالحرام نادرا فين كتكمل على خير. المهم انا بدوري بقيت كنتفك منه بشويه بشويه، لانه في 2021 خالي غادي يدوي معايا على قبل واحد الشاب للزواج واللي كان مطلق بثلاثه تاع الوليدات، ودازت 5 سنين على طلاقه، ولده الكبير عنده 13 سنه، الوسطاني 9، والصغير عنده 6 سنين. خالي اصلا هو ساكن في واحد الدوله اللي كانت عربيه، وكيدرس الشريعه الاسلاميه وامام تاع المسجد، وكان تيدرس عند واحد الشيخ اللي عنده طالب اللي دايرو بحال ولده، وعزازين على بعضياتهم واخا كان الفرق ديال السن ما بيناتهم. الشيخ غادي يقول لخالي بلي انه كاين واحد السيد اللي هو مطلق وعنده 3 تاع الوليدات. واحد النهار كان داك الشيخ مع خالو تيجمعوا، وغادي تجي السيره تاع الزواج في الهضره، وداك الشيخ قال لخالي راه كاين واحد السيد اللي هو الطالب ديالي وبحال ولدي، فما كرهتش نتوسط ليه ويتزوج، علما انه ما كانش مستعد ولا اصلا تيفكر في هذا الزواج. فخالي غادي يقترح عليه انا، راه كاينه واحد كنزه بنت اختي باقا صغيره، نخليوهم يتواصلوا مع بعضياتهم، اذا تفهموا الله يكمل بالخير. هذاك الشيخ دوى مع داك السيد اللي هو بحال ولده وقال ليها شنو كاين، وجاوبوا بلي انه ما مستعدش وبحيلة تجنب الموضوع، ولكن دار صلاه الاستخاره وحس براسو بلي انه ارتاح، وعاد دوى مع داك الشيخ ديالو وقال ليه انا موافق انني نتواصل مع ديك السيده اللي قلتي ليا. فعلا غادي يتواصل معايا وغادي نتعرفوا على بعضياتنا، دوينا وداز من بعد مده صغيره غادي تكون واحد الخطوبه، وبما انه انا ذاك كانوا مازال الحدود ديال الفيروس فكان صعيب انه يجي هو والعائله ديالو. المهم والديه غادي يتواصلوا مع الاهل ديالي وتوافقوا مع بعضياتهم، دارنا غادي يديروا ليا واحد النهير، غادي يفرحوا بيا، وغادي ندوزوا عام ونص ديال التعارف اللي كانت كلها حب واحترام، كانت زوينه. انسان اللي اكتشفت عليه بانه راقي متواضع ورغم انه ميسور، هو متدين بزاف وتيخاف الله، والحمد لله انه كرمه مولانا وحفظ 60 حزب وقاري الشريعه الاسلاميه وامام ديال المسجد من غير الخدمه الرئيسيه ديالو. غادي تستمر العلاقه ديالنا اللي كانت زوينه بزاف، وبدينا في الاجراءات ديالنا باش اننا نطلعوا الوراق نتاع الزواج اجنبي، امره هو من ناحيته كانت واجده فغادي يصيفطهم ليا، ولكن انا فاش دخلت المرحله ديالي باش انني نقاد داكشي من جهتي لقيت مشكل، لانه ما كانش عندي ولي امر اب او اخ من الاب او جد، فاش كنمشي للسفاره كانوا دائما كيرجعوني، وهما ما تيعرفوش بلي انه لا راه عندي ماما اللي رباتني مع اب اللي هو تكفل بيا قولا وفعلا، هما تيعرفوا غير الوراق، كل شيء خاصو يكون قانوني. فشنو غادي دير ماما مسكينه؟ غادي تضطر انها تجمع 12 شهد طبيعه الحال فيها العائله والصحاب اللي هما عارفين بلي انه ماما في الاصل خالتي ورباتني من اول يوم تزاديت فيه. غادي نديروا 12 شهد ودرنا عقد نتاع الكفاله بلي انها تكفلت بيا من اول نهار حليت فيه عيني الى هذاك اليوم، من ماكل ومشرب وكل شيء، وبلي ما عنديش شي ولي امر او اللي تولاني، وبلي فعلا انا مجهوله الاب وما عنديش عمام ولا خوت ولا حتى جدود. قدينا داك العقد في المحكمه ديال الاسره والوزاره الداخليه وحتى الخارجيه، ديت داك العقد للسفاره شافوه وكملوا لنا الاجراءات نتاع الزواج
وخدي التصريح. هذا الخطيب غادي يدير واحد الوكاله الخالي باش انه يكمل معايا الاجراءات نتاع الزواج، غادي ندفع للعدول. وجا الخطيب ديالي ومشينا عند البوليس وغادي يديروا بحث على الزوج في بلاده وعليا حتى انا، وجات الموافقه وتكاتبنا مع بعضياتنا. ولكن قبل ما غادي نتكاتبوا غادي ندير العرس، ولكن ما مشيتش مع هذا الخطيب، انا رجعت لدارنا وهو مشى لوطيل. حتى من بعد اسبوع فاش درنا العقد غادي نشدوا الطريق لواحد المدينه في الليل، وتواداتي مع العائله ديالي ودات معايا ماما بلي انها غادي تلحق عليا المطر من بعد ايام. وصل النهار اللي جات فيه ماما عندي وانا ما قادراش نتوادع معها، قلبي مزير حيت كنت صطاع عليها وهي روحي وعقلي، وقفت معايا بزاف وما عمرها ما حستني بلي انها رباتني. بالعكس ماما انا فشاتني على خوتي الاخرين، على ولادها الحقيقيين الاخرين باش ما نحش بالنقص. المهم غادي نتوادعوا في المطار وهي كتبتسم، ولكن الداخل ديالها كانت جامعة الحزن. مشيت والطريق كلها وانا تنبكي على فراقها. فاش وصلت غادي تعيط لي واحد خالتي وغتقول لي راه ماماك الليل كله هي كتشم في حويجاتك اللي خليتي وكتبكي وما قدراش على فراقك، وكتقول مشات بنتي وخلاتني. ماما ديك الساعه قبل ما تزوج اختي كانت هزه معاها الحمل ومعاوناها فيها، ولكن فاش تزوجت صافي بقيت غير انا وياها. وصلت وعيطت لماما وغادي نلقى مسكينه عينيها منفوخين بالبكاء، وبقيت كنحاول انني نتاقلم مع الوضع لانه في الاول جاتني القضيه شويه صعيبه او لا بزاف صعيبه. من بعد ما جيت باسبوع بيد ما قدينا الامور ديالنا وتحيت، عائله راجلي غادي يستقبلوني زوين وداروا لي حفله بالبوفيه والزخاريت والنشاط، وغادي نكتشف بلي انه ناس اللي كانوا بحالو في قمه التواضع والاخلاق وما تيغيروش وما فيهمش الحسد ولا الحقد، واخا انا كنت من جنسيه مغايره عليهم. مع الوقت فهمت بلي انه بغوني اكثر لانه فاش ولدهم تزوج بيا تبدلت حياته وزادت القدام ودخلت عليه بالخير، كنت عليه زوجه مباركه. عمرني ما حسيت بالفرق ولا حتى هما حسسوني به. دازت شهر ولقيت راسي حامله وفرحت بزاف. دازت عندي 3 شهور ديال الوحم اللي كانت صعيبه وما كنتش لا تناكل فيها وغير تنرجع اكرمكم الله. غادي يجيني اكتئاب، وهنا فين وقف معايا راجلي بزاف، وهنا فين عرفت الحقيقه ديالو. بقى شاد ديال خاطر ورد ليا البال. الحمد لله دازت الحمله ديالي ديك الساعه نتاع 6 شهور مزيان، وغادي نعرف بلي انه عندي وليد. 15 يوم قبل ما نولد جات عندي ماما، ويا على فرحه فرحت عمرات عليا وما عرفت ما نوجد ليها ولا حتى شنو نحط ليها ولا كيفاش نستقبلها. ماما اللي هي في الاصل خالتي اللي رباتني وقفت معايا مسكينه حتى ولدت في نفاسي. كانت مسكينه دايره ليا كلشي، اللي نسيت ما قلتش لكم باللي انه فاش جيت لقيت زوج ديال وليدات كبار في الدار عند راجلي، اما الصغير كان مع امو انا ذاك. عملتهم زوين وحتى هما تقبلوني وكنت حنين عليهم، وبما انني ما قريتش فكنت حرب معهم على القرايه اللي انا ما كملتهاش وديما كيتصنتوا ليا، دايرهم كثر من ولادي وتنحماق عليهم وكذلك حتى هما، وتعيطوا ليا غير بفلانه. الام ديالهم انسانه اللي هي مهمله وما كتواصلش معهم ولا كتسول فيهم، علما انها انسانه اللي هي ميسوره وعندها فيلا فين ساكنه. ولادها وقت ما كانوا تيمشيو عندها كيف ما كنصيفطهم كيف ما كيجيو، الحوايج اللي كنصبن وكنصلح تيرجعوهم حالتهم حاله، كانهم مشاو عند مرت باهم وماشي عند امهم، ما كاينش الاهتمام. انا صراحه ما بغيتش ندوي في هذا الشيء اكثر لانه تخصها هي، ولكن الحمد لله انهم تيحبوني وكسبت قلبهم، وراجلي تيعاملني احسن معامله، حنين فيا وما تيقصرش معايا. سبحان الله ما عنديش اب، ولكن ربي عطاني اب اللي هو راجلي وهاد الوليدات. كاين واحد النقطه سبحان الله واحده اخرى، انا وهاد الوليدات كتب لهم ربي انه تتربيهم انسانه اللي رباتها ام واحده اخرى. يعني عمرني انا ما حسيت بداك الفرق، داكشي باش عمرني ما غادي نحسهم بالفرق ما بينهم وما بين ولدي، العكس تنحببهم في خوهم الصغير وتنخليهم انهم يتشاركوا معايا كل شيء، تيحترموني وكنعاملهم كانني مهم من صلبهم، حيث انا ضد الفكره نتاع انني نكون ديك الام المتسلطه او لا تفرق ما بين ولادها وما بين ولاد راجلها. وباش نعطيكم خلاصه نتاع قصتي، انه الام هي اللي كتربي اخوتي ماشي هي اللي كتولد، هذه الحاجه الاولى. اما الحاجه الثانيه انني كنت فعلا كنطير في الصغر ديالي، ولكن فاش لقيت الشخص المناسب ما فلتوش، لانه ديما الداخل ديالي كنت كنتمنى انني نتزوج بانسان اللي غادي يغطيني كلي وغادي يغطي العيوب ديالي وغادي يشجعني باش انني نكون مجتهده في الدين ديالي وما يرضاش انه تبان مني شعره. ولله الحمد هذه هي الامنيه اللي كانت ما بيني وما بين راسي، وعمرني ما بحث بها لشي حد، تمنيت بحال راجلي والحمد لله ربي جابو ليا. نصيحه للبنات اللي في السيتواسيون ديالي، ان كنتي بنت ام عازبه ما تفقدش الامل، ما تخليش هاد لاكوتي ديال انك ما عندكش باباك تاثر عليك او تمشي تخليك تقلبي في جهه اخرى على راجل اخر.
لا بالعكس، انتي صح ضحية مجتمع، لكن خليك دائما عندك واحد الهدف في الحياة، انك غتكبري وتعودي راسك على داك الحرمان بقرايتك بخدمتك. الغلط داروا زوج، انتي غادا تصلحيه، فما غديريش بحال ماماك او لا، صافي هذا كيبقى ماضي، يعني ماشي من حقك انك تحاسبيها عليه. كانت عندك القدرة انك تقلبي على شكون باباك قلبي، ما كانتش عندك او ما بغيتيش حاولي ما تمرضيش راسك بهذا الشيء، حيت صافي كيتعتبر ماضي. ان شاء الله نهار غادي تزوجي باباك غادي تولديه من كرشك، صافي ما يعني ما تخليش هذا الشيء ياثر عليك. اما بالنسبه للامهات اللي كيتزوجوا راجل عنده وليدات، اتقوا الله فهذوك الوليدات، حيت هذوك ضحيه، يعني ما عندهم حتى شي ذنب، سواء كانت منهم مثلا كتحرضهم او ما كتحرضهمش، دائما الوليدات كيبقاو بعاد على المشاكل. او مثلا تزوج شي شخص مطلق وعنده وليدات وباغين وليداتو يعيشوا معاه، او لا هو فرض عليك وليداتو، ما تكونش عندك هذيك القضيه ديال لا وانا غنترس على ولادو وانا وانا لا، بالعكس هذوك فيهم الاجر، يعني انتي خصك تحملي مسؤوليه القرار اللي خديتيه. يعني مزوجه انسان مطلق صافي، يعني غتهزي المسؤوليه، غادي تهيئي نفسيتك، تهيئي الجسد ديالك، انك راه كاين واحد الوليدات اللي غادي تكوني انتي مسؤوله عليهم بالعكس. وحتى الا كانوا مثلا الام ديالهم كتحرضهم او كدير المشاكل، انتي دائما خليك في الجهه الصحيحه، وهذه هي النصيحه ديالي. لانه بصراحة أنا بالنسبة لي هاد الوليدات هما حياتي، هما كل شيء، ما كنفرقش بينهم وبين ولدي، بالعكس أنا كنحببهم في ولدي وولدي كنحببو فيهم، وكنعلمهم كيفاش يكونوا. لا سمح الله أنا ما كنتش كيفاش يقابلوا أخوهم الصغير بزاف ديال الحوايج، وكنخليهم بعاد على المشاكل، وهذا الشيء اللي كاين. هذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكاية كنزة يا سادة يا كرام. المثال المثالي في هذه القصة هو أنه فاقد الشيء يعطيه وبشدة، سبحان الله قصة جميلة فيها مثال تاع زوجة الأب اللي هي مزيانة الحنينة. والحاجة الثانية أنه عمر ما تنخليو الماضي ديالنا أو للحكاية ديالنا أو للأحداث ديالنا تصنع منا أشخاص اللي هما ما مزيانينش. حكاية الليلة عجبتني بزاف، قلت ضروري نشاركها معكم. وحاجة ثالثة دليل بلي أنه ماشي دائما كنلقاو مع رجال اللي هما خايبين أو لأزواج خايبين، سبحان الله كيف ما كاين مزيان كاين الخايب. غير حنا في الحكاية ديالنا كنحاولوا نركزوا بزاف على القصص ديال الناس اللي هما سلبيين، باش نستافدوا من السلبيات ديالنا ما نعاودوهمش ونردوا البال منهم. هذا ما كان دونك نمسوا في رعاية الله وحفظه. إذا عجبتكم حكاية الليلة أو عجبكم هذا البرنامج، ما تبخلوش عليا مع هاد الشموشات اللي قتلتني، انكم ضغطوا على زر الاعجاب، ودمتم في رعايه الله وحفظه. تلقاو هذه الايام ان شاء الله. سلام سلام.